طفرة في تقرير الوظائف الأمريكية إلى جانب قفزة في العوائد على سندات الخزانة في الفترات السابقة دعمت الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات. وتتجه الأنظار اليوم إلى مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا وما يترتب عليه من رفع لأسعار الفائدة في سبتمبر لكبح جماح التضخم. محللون استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون تراجع التضخم إلى 8.7% في يوليو من 9.1% سابقا، ما قد يترجم إلى رفع محدود في أسعار الفائدة. وحتى مع توقعات بتراجع التضخم في أمريكا، يرى الخبراء أنه من المبكر الحسم فيما إذا كانت حقبة الدولار القوي تشرف على الانتهاء. نناقش هذه المعلومات بطريقة مبسطة مع زميلتنا في قسم الاقتصاد سمر المشطة. لكل المزيد تنضم إلينا كما جرت العادة في الاستوديو الصحفية في قسم الاقتصاد في العربية زميلة سمر المشا. صباح نورينا دائما. صباح الخير. صباح أهلا صباح بك. الدولارات. صباح الدولار. طيب، تأثير قوة الدولار يا سمر على اقتصادات الدول، على المستهلكين والشركات. خلينا نبدأ بالمستهلكين أولا. يمكن بحسب أيضا وين موقعنا في، إذا كنا مثلا في الخليج نحن مرتبطين، سعر صرف الدولار مرتبط بالدرهم والريال وغيرها من الدول، فكل ما طلع الدولار طلع. فإذا أنت السلع اللي تستورديها من الخارج، فمثلا إذا كنت تشترين نوع معين من الإلكترونيات أو مثلا من، طبعا أغلبها تجي ممكن من آسيا، أو تشتري نوع معين من البضاعة أو الألبسة والفواكه اللي تجي من أمريكا، بالتأكيد رح نشعر بفرق، يعني حنشعر بهذا الغلاء. أما إذا كانت تجي من مناطق أخرى مثلا من أوروبا أو غيرها أو من بريطانيا، العملات اللي انخفضت مقابل الدولار، فبالتأكيد حتكون مور أفوردبل لنا أو تظهر كأنها أرخص لنا بسبب الاختلاف في الفرق في سعر الصرف. نعم سمر، احنا بموسم الصيف والسفر والرحلات والسياحة، يعني كيف أثر ذلك على حركة السياحة، خصوصا انه الامريكان قد يكونوا اكثر المستفيدين صحيح من هالموضوع؟ طبعا حتكلم من تجربتي الشخصية ايضا. بداية الان الامريكان هذا الصيف كان من اعلى معدلات السفر الى خارج امريكا. الامريكان معروفين يسافرون اكثر شيء داخل امريكا لأنه هي قارة. هذا العام هذا الصيف كان من أعلى معدلات السفر إلى أوروبا تحديداً وآسيا، لأنه سعر صرف الدولار أعلى مقابل اليورو. صار تقريباً يورو فترة معينة. الآن تحديداً خليني أقول لك إيش قد الآن، تقريباً يورو 0.98 دولار، فصار بالنسبة لهم أرخص، فصار توجه للأمريكان إلى أوروبا وآسيا. بس بالمقابل السواح الأوروبيين اليوم، يعني مثلاً خفت زياراتهم إلى أمريكا أو خفت زياراتهم ممكن إلى مناطقنا بسبب هذا الفرق في العملة، صارت غالي عليهم المسائل. انخفاض اليورو. أيضا هناك مسألة مهمة، أنا كنت في لندن قبل أسبوع وبصراحة قمت بالتسوق، لأنه فرق السعر، سعر الصرف فرق علي كثيرا. يعني مثلا لو حسبنا أحد الحقائب الفاخرة في هارودز، مثلا ساعد زميلة اللي اشترت حقيبة، يعني من 2500 ممكن توفر 2500 باوند، ممكن توفر تقريبا 1360 ريال أو درهم. أوف. على هذه الحقيبة بسبب الاختلاف في سعر الصرف بين أول العام وبين بداية العام. أخذك يعني معايا يا سمر المرة الجاية في جلسة. يلا طيب. إن شاء الله نحسب كل شيء. الدولار ارتفع بأكثر من 10% صحيح هذا العام. الشركات العالمية كيف تأثر؟ أيضا مرة أخرى بحسب موقعها، مثلا لامبورغيني سجلت ريكورد سيل هذا العام، مبيعات قياسية بسبب الفرق في سعر الدولار. صارت الآن يعني أكثر أشخاص باعت أكثر شيء إلى آسيا والميدل إيست مرة أخرى، لأنه إحنا صار الدولار
بدنا يساوي أكثر يوروات، فبالتالي مثل ما حسبنا بسعر الحقيبة طبعا لما نجي على سعر لامبرجيني حتفرق عشرات الآلاف من الدولارات، فصار هناك أرقام قياسية في المبيعات إلى خارج أوروبا. أيضا هناك الشركات مثلا في طوكيو، شركات التكنولوجيا استفادت من هذا الفارق لأنها تصدر التكنولوجيا أو الكومبوننت التكنولوجية إلى الخارج بالرغم من نزول أسهم هذه الشركات، ولكن لأنها تصدر إلى الخارج استفادت من ذلك. في الوقت نفسه الشركات اللي تعتمد على استيراد المواد الخام والمواد الأولية من الخارج طبعا تضررت لأنه حتكون أغلى عليها مع فرق التصريف، وهذا يشجع طبعا المشاهد العربي أنه يسافر على أوروبا هالأيام الأسعار أقل. ولكن سمر، يتوقع الخبراء تراجع التضخم في أمريكا، يعني هل هذا سيؤثر مباشرة على قوة الدولار ولا لا؟ مبدئيا راح يأثر ممكن على نهاية العام أو بداية العام المقبل. اليوم من المنتظر أن يصدر الـ CPI اللي هو مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا، ومن المتوقع أن يسجل التضخم مستويات أدنى في جولاي من جون، من المتوقع أن ينزل إلى تقريبا 8.6 أو 8.7% من 9.1% في الشهر السابق. هذا يعني أنه الفيدرالي سوف يقلل من سعر الفائدة فيما بعد، وبالتالي ذلك سيؤدي إلى تراجع دولار على الأمد البعيد. بعد لا ندري، هناك العديد من speculations يعني التكهنات. نورينا دائما وتفيدينا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.